الجمال هو تلك القيمة المرتبطة بالعاطفة والشعور الإيجابي والسعادة أيضاً، وليس لها وحدة قياس، كل يراها بشكل مختلف. فماذا يعني الجمال لكل من الرجل والمرأة؟ جمال هي جمال الروح، ان الانسان يكون من جواه انسان نظيف، يحب الخير للناس، يحب الناس كلها. الجمال ده لازم يكون من الانسان نفسه، من الحياه نفسها اللي احنا عايشينها، لازم يكون نابع من جوانا نفسه، من جو الشخص نفسه. من منا لا يحب الجمال ولا يتمنى ان يكون بنظر غيره جميل؟ فكلنا نبحث عنه بمظهرنا وارواحنا، فلماذا قد يلجأ البعض الى عمليات التجميل؟ يلجأ لعمليه في حادثه، امال حاجه غير كده؟ هو الجمال جمال الروح، جمال الطبيعه. عمليات التجميل لو كان غرضها انه في حاجه وحشه قوي في الوش او باينه زي تجاعيد او مشكله فاحنا بنعالجها، فهي نوع من العلاج حاجه. ولما تكون البنت شايفه فيه نموذج جمال اوروبي هي عاوزه تحاكيه وعاوزه تكون شبهه، دي حاجه تانية، بتهيألي ان هي مش راضيه عن شكلها. هي بس لو كان في عيب خلقي مثلا عمل حادثه وجاله تشوهات، في ظروف تحتم على الانسان هو فعلا يلجا لعمليات التجميل. يعني واحد مر بحريق، بعد الشر على كل الناس، يعني واحد مر بحريق وتشوه، لا هنا لازم نعمل عمليه تجميل فعلا. الانسان اللي مش واثق في نفسه او شايف ان المجتمع بيبص له نظره استحقار عشان هو مش كويس او عشان هو مش جميل او عشان هو مثلا بدون شعر، فبيلجا ان هو بيعمل عمليه تجميل بعد كده. هي بتبقى نظره موضوعيه لعدم الثقه في النفس وعدم احساس الانسان بالاجتماعيه والدنيويه اللي هو عايش فيها. تجرى عمليات التجميل لاستعاده التناسق والتوازن لجزء من اجزاء الجسم عن طريق استعاده مقاييس الجمال المناسبه لهذا الجزء. فما المخاوف التي يراها البعض من هذه العمليات؟ اي حاجه ربنا خلقها طبيعيه بتبقى كويسه، لكن اي حاجه بتخش فيها الجراحه مع الوقت اكيد برضو بيبقى ليها اضرار ثانيه، وطبيعة البشرة بتختلف ومنظرك بيختلف وبيبقى سبحان الله شكله غريب جدا. أنا مثلا عندي صلع طرد عليه، في ناس قالت لي اعمل كذا 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 كذا، أنا معترض عليه لأن دي مش هيقلل ولا هيزود من واحد. بين من يلجأ إلى تلك الجراحة الدقيقة التي تغير من شكل الإنسان مضطرا، ومن يلجأ إليها رفاهية، يبقى الجمال هو السر الكامن وراء تلك الجراحة. أسماء خليفة، برنامج بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة.